بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الفانكشن. في فرع في فروع البرمجه بيسموه فانكشنال بروجرامينج. الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ انا لو عايز اعمل عمليه هتتكرر كتير، زي مثلا انا عايز احسب حساب مربع، مش معقوله كل شويه احسب حساب مربع او مساحه او محيط، وده بنستخدمه في العمليات الهندسية، او مثلا مستطيل هنحسبه كتير جدا، كل ما يتغير الطول في العرض اروح حاسب من جديد. طب ليه ما اعملش وظيفة معينة مكان معين في البرمجة بتاعتي اقول له احسب لي المربع اللي طوله كذا في عرضه كذا فيرجعها لي بدل ما اقعد اكرر. يعني اوريكم عملي. لو جيت عايز اعمل حساب المربع او مساحة المربع هقول له دخل لي انت عارفين المربع عبارة عن اربع اضلاع زي بعض، وعشان كده بيسموه مربع. فبمجرد ما تديني ضلع واحد من الاضلاع اقدر اقول لك البريمتر او المحيط بي بيساوي اربعة في الضلع، والمساحة بتاعت المربع هي عبارة عن الطول في العرض، والطول والعرض هنا واحد، يعني اللينث في اللينث، يعني مربع اللينث او ال في ال او اس في اس زي ما هو بيجي لك. يبقى برمجيا اقول له بس انا عايز اللينث بس اللي هي الطول، وبعد كده اقول له الاريا بتساوي اللينث تربيع. وانتوا خدنا قبل كده في العمليات الرياضيه ان التربيع عباره عن اعمل 2 استريكس و2 يعني مرفوعه الى اس 2، واقول له المحيط بيساوي 4 في طول الضلع. ولو جينا شغلنا ده هتلاقي بكل سهوله هيديني عباره عن 25 اللي هو 25 في 25 لو ده بخمسة، والمحيط هو عبارة عن 5 5 5 5 يعني 20 اللي هو ادانا 20. ممكن نعمله موضوع تاني عشان نسهل، مش كل مرة نكتب الرقم ده. انا ممكن اقول له لا اللينث حطه انبوت، يعني اسألني لما تيجي تشتغل اسألني اللينث كام وانا هقول لك كام، لكن بعد كده لان اللينث هنا هيدخل اكنه نص string حروف، فبقول لازم بعد كده حوله لفلوت او حوله الانتجر نمبر، يعني العدد صحيح او عدد كسري او عشري. وبعديها اقول له برضو اعمل نفس اللي فوق، اعمله ده بيساوي كذا. يعني ده بيفرق عن ده ايه؟ ان مش هكتب، لا هيسألني الاول زي ما انتم شايفين كده. لو جيت عملت له رن هيسألني كام، هقول له برضو نفس الطريقة خمسة، واعمل انتر هيديني برضو نفس الموضوع. انا كده سهلتها شوية. طيب نفس الشيء بالنسبة للدايرة، بنفس الشيء الدايرة هقول له برضو دخل لي اقول له في الاول الار اديني الراديوس او نصف القطر، وزي ما انتم عارفين المحيط الدايرة بيساوي 2 باي ار او باي باي دي لو الديامتر عشان يديني المحيط، ولو عايز المساحة هيبقى باي ار سكوير اللي هي باي اللي هي 22 على 7 ار سكوير مربع الار. خلاص فنفس الشيء لو جينا، بس انا هنا عملت حاجه، انا جبت من الماث 22 على 7 بدل ما اكتبها، فعملت امبورت ماث. ماث في الكونستانت او الثوابت الرياضيه اللي هي ماث دوت باي، بدل ما اكتب 22 على 7 فبجيبها بدقه عاليه من ماث دوت باي. فاذا هقول له راديوس بتساوي انبوت، يبقى هيسالني زي اللي فوق لو تفتكروا، ولكن قلت له خدها وحولها لفلوت او حولها لعشري. وبعد كده اقول له اطبع لي بقى البريمتر يساوي واضرب 2 في باي في ار اللي هو هندخله عن طريق الفلوت الانبوت. وبعد كده اقول له برضو الاريا بتساوي باي ار سكوير. خلاص وكمان حطيت بعديها سنتيمتر او سنتيمتر مربع لو كانت دي عباره عن مساحه. تعالوا كده نعمل ران وقول له انها مثلا خمسة، ما دام مشيناها كده واحدة اداني ايرور نيم ماث از نوت ديفايند، لازم اشغل ده الاول عشان يجيب الباي، وبعد كده دي دلوقتي اشغلها هيقول لي اوكي، دخل الرقم وقول له خمسة واعمل انتر هيديني الرقم اللي انتم شايفينه ده اللي هو البريمتر اللي هو المحيط 31 سنتي، و الاريا هي عبارة عن 78.5 سنتيمتر سكوير. اوكي ماشي. فقال لك انت لو جيت عملتها كتير وبتحسبها لكل دايره، طب ايه رايك ما نعملها حاجه اسمها فانكشن، وظيفه.
يعني يدوبك تقول له ان دي سيركل وتروح حط له الار وهو هيحسبها لك وهيرجعها لك. نتخيلها مع بعض. انا كتبت له كده ديفاين يعني اعمل لي فانكشن افتراضية انا بقلب بقى دلوقتي اسمها السيركل ودخل من خلالها ار اللي هو الراديوس انا مقلفه برضو وقول له بعد كده الاريا بتساوي زي ما احنا عارفين باي ار سكوير والبريمتر عبارة عن 2 باي ار خلاص. ودلوقتي بده رجع لي بقى ايه البريمتر والاريا. يعني لما اجي اشتغل هعمله كالاتي وشوف دي اسهل من اللي هناك ولا هكتب سيركل واكتب له 5 في الوسط هيرجع لي القيمتين بدون ما اتعب نفسي اللي هنا هو. اعملها دي لما عاوز احسب اي سيركل هكتب سيركل والرقم سيركل والرقم. تعالوا كده الاول نشغل دي دلوقتي. دي بقى من ضمن الكوماند واللي هي الاوامر اللي عندي انا الامر ده انا اللي عملته. لما اقول لك سيركل واحط لك رقم بين الاثنين ترجع لي الارقام اللي هي ترجع لي الاول البريمتر وترجع لي تاني الاريا. ايه لما تشوف بتكتب ازاي الديفاين يعني عرف السيركل از ا فانكشن وخد من جواها الار اللي هي الراديوس وبعدين نقطتين وابتدي نفذ اللي كل ايه على الخط الواحد دول الاريا بتساوي كذا والبريمتر بتساوي كذا ورجع لي دول خلاص. تعالوا نشوف لما اقول له سيركل 5 سيركل وافتح قوس واقفل قوس واقول له 5 رن هيرجع لي اول واحده وتاني واحده. اول واحده اللي هي الايه اللي هي البريمتر تاني واحده اللي هي الايه اللي هي الاريا. لدرجه ان انا ممكن اقول له هنا خلاص هوريكم بعدين عامه. انما لو عايز اجيب الاريا لوحدها تخيلوا هعمل انسيرت سيل بيلو بس عشان اوريكم واكتب الاريا تساوي سيركل اللي هي عندي خلاص واكتب 5 لكن الاريا اول واحده الاولانيه ولا الثانيه هي الثانيه واروح اعمل هنا الاولانيه رقم 0 والثانيه رقم 1 خلاص واقول له اطبع لي الاريا خلاص ونشوف كده. فطبع لي الاريا زي ما انتم شايفين لو عامل 0 خلاص والمفروض دي بقى تسمى بريمتر او اسميها بري اي حاجه اسميها بي واقول له هنا اطبع لي البي ونشوف هتديني كام. اداني البي ماشي الحال ماشي الحال اوكي. دلوقتي نفس الشيء بس انا هنا دخلت ايه حاجه واحده. نفترض ان عندي هنا ريكتانجلر الريكتانجلر اللي هو الايه المستطيل وعشان تجيب محيط المستطيل لازم تدخل حاجتين الارتفاع والعرض ماشي. يبقى انا لازم ادخل اعمل ديفينيشن او اعمل فانكشن بتاخد حاجتين ال ال وال اتش. تعالوا نشوف بنعملها ازاي دي هنتكلم فيها بعدين. اهو هنقول له ديفاين فانكشن اسمها ريكتانجلر بتدخل ايه دبليو اللي هي الويدث والاتش اللي هو الهايت واقول له خلي بالك الاريا بتساوي دبليو في الاتش الطول في العرض او العرض في الطول والبريمتر بتساوي 2 عرض في 2 طول او زي ما انت عايز ماشي. واقول له رجع لي بقى هنا البريمتر اللي هو المحيط ورجع لي الايه الاريا. تعالوا كده نشوف لو كتبت عبارة عن ريكتانجلر ريكتانجل اللي هو ريكتانجل اللي هو المستطيل واقول له ال W العرض 5 وال H 6 واقول له run ونشوف هيديني كام. قال لي ريكتانجلر نوت ديفايند. ليه نوت ديفايند؟ عشان لازم اشغل الاول لانها مش موجودة. اول ما اجي اشغل بقت من ضمن الكوماند اللي عندي والاوامر اللي عندي. دلوقتي اقدر اعمل رن هتجيب لي بدون مشاكل هيقول لي 22 و30 ماشي ماشي. طيب دلوقتي عندنا حاجه ثالثه نصعبها شويه اوكي. طب لو انا عايز اعمل فانكشن واحده يعني دلوقتي عندي 2 لو انا عايز اجيب السيركل هكتب له سيركل لو انا عايز اجيب ريكتانجلر هكتب له ريكتانجلر لو انا عايز اجيب له السكوير اللي هو المربع هجيب له مربع. طب نفترض ان انا عايز اعمل واحده بس زي مثلا ان يشوف لي الاريا والبريمتر يعني المساحه والمحيط
اوكي، وانا هدي له الشيب ده ايه، هل هو سيركل ولا سكوير، وعلى اساسه يحسبها. ماشي ماشي، لحسن الحظ هنا الشيب سواء كان سيركل او سواء كان سكوير عايز بس ادخال واحد، اللي هو يا اما هيكون الار اللي هو الراديوس اللي هو نص القطر، او هيكون اللينث اللي هو ايه عبارة عن طول الضلع، لان الاربع اضلاع في المربع متساوية. اوكي، فانا هعمل هنا اقول له definition، اعمل function اسمها area perimeter، اسميها زي ما انت تسميها. اوكي، هتدخل من خلالها الشيب اللي هو ايه الشيب اللي هو الشكل اللي هو هتكتبه، ده سيركل، ده مثلا سكوير، ده ريكتانجل، وبعديها هتكتب طول العضو. خلاص ماشي، طول اللي هو الضلع، او في حالة السيركل هيكون عبارة عن ايه، هيكون عبارة عن نص القطر. وهنا هعمل اول حاجة اقول له اف شيب بيساوي سيركل، يبقى حساب الاريا بتكون باي في ار سكوير، والبريمتر بيكون 2 باي ار، ورجع لي الاريا والبريمتر. اما اذا كان الشيب سكوير يبقى عبارة عن الاريا هتكون لينث بتاع الضلع سكوير، والبريمتر 4 في طول الضلع، وبرضو رجع لي الاريا والبريمتر. ماشي جميل جدا. ولو لا ده لا سيركل ولا سكوير، رجع لي شيب نوت ديفايند، انا ما اعرفش الشيب اللي انت كتبته ده. اوكي، تعالوا كده نشوف. يعني دلوقتي لو قلت له كالاتي، ان هو اسمه اريا، خلاص بريمتر، مش هو اسمه كده بريمتر، لحظة، ايوة. فدلوقتي نشغلها الاول عشان ما يدينيش نفس المشكلة، وهنا اقول له اريا بريمتر وافتح. ايه اللي احنا هنحطه؟ عبارة عن سيركل، خلاص سيركل. طيب والار بتاعته كام؟ الار بتاعته وليكن 5 لو تفتكروا. اوكي، واعمل له رن. اوكي، فرجع لي قال لي يبقى زي ما انتوا عارفين ان الاريا بتساوي كذا، وعلى حسب الاريا بريمتر الاريا بيساوي كذا، والمحيط بتاعه بيساوي كذا. اوكي، نفس الطريقه نقدر نقول له ان الاريا خلاص تساوي اريا خلاص بريمتر لي، هنقول له المره دي سكوير. خلاص نفتح قوس لان ده string او نص، square s q u a r e، خلاص، و مش هو square، ايوه square، و طول الضلع برضو 5. خلاص، لكن ده مدام square، يعني انا اسف انا عايز اجيب الاريا، فاقول له الاريا اللي هي رقم 0 اللي هترجع لي. ودلوقتي اقول له print area، خلاص، واعمل انتر، فقال لي 25. ففعلا السكوير لما يكون 5 بيكون 25. بالشكل ده الفانكشن بروجرامينج منتهى الأهمية، هي حجر الأساس في أي برمجة. أنا عملية معينة باجي يعني هتتكرر كتير، لازم أعمل لها فانكشن لوحدها تحسبها، وده ربنا خلق كده. حتى الاعضاء الجسم الانسان عامل، قلب له فانكشن معينه، كلى لها فانكشن معينه، كل حاجه لها فانكشن بتادي الفانكشن ده. مش معقول نكون زي الخليه البدائيه اللي هي الخليه بتعمل كل حاجه، لا، البرمجه لا، احنا بنعمل اجزاء بروجرامنج، بروجرامر بروجرامينج يعني موديول بيسميها، جزء صغير كده هي بتعمل الوظيفه دي. فبدل ما اقعد اكرر، اقعد اكرر كل مره عايز اعمل اجيب فيها مساحه او بريمتر، اكرر نفس الكود واكتب نفس الكلام ليه؟ اروح باعت له الحاجات اللي تكفيه انه يحسبها ويرجعها لي. تستخدمها البنوك طبعا دايما، في ان واحد جاي له بيقول له انا عايز مثلا
اخد قرض، والقرض مبلغه كذا وهسدده على كذا، فيروح على طول على عدد شهور كذا، فيروح مرجع له المبلغ الكامل بالربا اللي فيه. واحنا ما بنتكلمش عن حلال ولا حرام، ولكن حرام طبعا الربا، ولكن بيحسبها له بهذا الشكل. مجرد ما يدخل له المبلغ وعايز يسدده على قد ايه، هيقدر يقول له الفايده اللي خدها او الربا اللي خده قد ايه البنك، والمبلغ الاجمالي اللي هيدفعه كل حاجه. ده عباره عن برضه فانكشن بسيطه جدا. فالفانكشنز منتهى الاهميه، وبنشتغل وهي جزء اساسي جدا في عمليات البرمجه اللي احنا بنعملها. وبرنامج بدون ما تعمل فيه فانكشن هو برنامج مش صح، حتى لو اشتغل، ولكن من الناحية البرمجية سيء جدا، يعني لانه عملية تكرار وحاجات ملهاش اي لازمة. لان عملية التكرار كمان انت ممكن تؤدي لانك بتغلط، انما لما تعمل حاجة واحدة صح وتخليه يشتغل على الحاجة دي دائما، فانت بتطمن 100% ان الحاجة دي صح. وأشوفكم إن شاء الله في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.